صح شبتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من يوميات وتستغى. كما متعودين حلقة نهارة الأحد نخصوها لكواليس البرايم. احنا موجودين توا في الحافلة اللي هي زجورات وستاف تكنيك، ومشينا نحو الحمامات وين باش نصوروا البرايم. شقينا الفطر في برج السدرية، وهذه أجواء الكار، تبعوها معنا في انتظار أجواء لكواليس البرايم. تبعني أرزوك بشوفوا جوريت كيفاش يحضروا للبرايم. هذا خليل في اخر التحضيرات نتاعو، شوفوه هاو يحضر، هاو قتل روحه بالتحضيرات. خليل الوقت اللي عدا يحضر في الشعر هذايا في المشطه هذه، غزلو معلق تليفون، يستنى في تليفون ما عرفش مع شكون. فوالا اجاني، فوالا هذوما ضحايا البيسين نتاع العشية. فوالا هاك تشوف، هاو تبارك الله الفجعة كيفاش تشوفوها. صح النوم عيشك. حاضر البرايمر؟ حاضر. اي سيرو. اي قايل هذه ولا تعسيلة؟ تعسيلة. بقيت سحور راهو نجيبولك سحور كتاب ولا بعد؟ لا من بعد. هاي باهي، شوفوا شكون اخر. ايش شوف الامير، ايش تفرج امير امير حتى في النوم تفرج كيفاش. اللهم صل على سيدنا محمد يا سيدي. امير هاوس كيفاش هاوس قايمو، شوفوا يتفجعوا. امير 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 صح النوم. امير صح النوم صح النوم تتسحر نوم. هاي تتسحر نجيب لك سحورك؟ تتسحر؟ ايوه اخذ الغادي اجي. شو امين هذا يا زيدا؟ امين امين صح النوم. صح. حاضر للبرايم ولا؟ اي هاي صح النوم. كمل ارقد. ولا احنا توا كما تشوفوا في الاوتوروت هنا في ثنيه الحمامات قاعدين نتبعوا. هذه احسن تشكيله تفرش. هذوما تقول شادين مير على الكوفرون هاكا، الكره جايه جنوبي و شكون؟ محمد علي واسلام. دالي دالي صح النوم. دالي صح النوم. دالي صح النوم. دالي صح النوم. اسلام صح النوم. شو ناقص نوم يا اخي؟ وين عديت القايلة؟ في الكار. عديت القايلة في الكار؟ صح النوم سيدي. عايش. قد ايه ذوم؟ أربعة. هاي بيرا مليح. نرجع زين. دالي صح النوم. دالي فم ما نوميني ما عرفوش ريزولتا بعد تونك تشوفها في البرايم أو الحالة نتاع نوميني قبل البرايم. ميزة جديدة نزيد شوف شو التحضيرات هنا محلاهم. أحلى تحضيرات الأحلى إكيب. زيدين زيدين هكا كي كان يلعب في الريال وفي فرنسا يرقد هكا في الكار. قالوا لي هاوش قايمو شوي يحكي بالسوري ولا بالجزيري ولا بالعرب. زيدين زيدين ندق عليه. زيدين زيدين فوالا هذوما جواريتنا بلا مكياج. زيدين صح النوم. صح النوم. ما خدت شو؟ ما نجني ناقد. ماكش ناقد؟ ما شنو هذا تكور؟ باش كنت تحلم؟ بشكون كنت تحلم؟ ماشي نعم. اجهك والله لاني عاقله ما عرفش شكون. شكون؟ شكون؟ اسامه الكثيري. اسامه؟ اسامه اسامه صح النوم. صح النوم. يا اخي تفقدوا قدره على الكلام كي تقوموا. صح النوم. صح. قول لي حاجة خلنا نسمع صوتك توحشته. عندك صح. فوالا فماش شكون يحضر. الله 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 فراس فراس يا فراس صح النوم. نعطيك الصح. تعرف كي ترقد في الكار شعرك يفزد وانت تسشور فيه قبيلي وحاله و... ما زجروش سيرة أرتب ولا بالبيفيديوس هذايا شعره؟ ما عند ربي. باهي فايق انت يا باهي. اوه شو 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 الكعبه محمد شو؟ صح النوم. صح. محمد تو احنا في الليل ولا في النهار؟ في الليل. ثابته؟ باهي. شكون اللي حذاك؟ عزيز. نظرة كعبه عزيز محلاها هذيا. ولا دوره في الكار تعمل 66 كيف باش تشوفوا جوريتنا بلا مكياج. عزيز؟ 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 عزيز صح النوم.
عزيز صح النوم. عزيز صح النوم. كملنا البرايم راه. ها؟ كملنا البرايم روحين راه. فوالا ارجع ارقد. صورني هنا صورني هنا هنا في التشكيلة هذه العالمية. شو على على يميني تبارك الله. شو شو البراءة النائمة. كنت فجعت هكا اليوم ملا كنت تحلم من ايش يصير فيك؟ شنو نسيم؟ صح النوم؟ عايش. شيك تفجعت؟ باش كنت تحلم؟ باش كنت تحلم؟ باش نحلم باش تضوى قوية يزمك توالف بالأغمية راهو تلعب في تيران في الليل وضوى يزمك توالف من تو. حاضر للبرايمة؟ نعم. على يساري نوع آخر من النوم هذايا اسمه غمالي غوشي يرقدوا على يسار. خلينا نرقدوا معه. أنس صح النوم؟ صح النوم. تخي ترقد صباح وليل وقايلة وفي الكار زادة مش برشا روم من نوم. جيب لك قهوة سوكو بريس دائما. تاخو كستيت يقبيها دائما. مثبتة دائما. كاس جو دائما. كاس كروت دائما. ايش تحب باش تقوم؟ نحب شيء. اي جملنا خلنا نكملوا بمهاب يعني حتى اربع سوايع حاضر في الشعر وفي الاخر هلكو هو باش يتفجعروا على شعره مش على النومه. شوف خلنا نوصف لكم الحاله. شوف ما نحكي لكم وحل الشباك وكليماتيزور عسلامة. يقول مهاب انه ناعس شويه صح انه صح. شعرك تهلك يا مهاب ساعه تحضر فيه تعليه هكا خليه. شنو خليه خليها وبلاك وسشوار وسير ومصروف وفي الاخر باش ترقد في الكار ميساج. شنو انت تحضر روحك باش عبيت تشوفك مزيان في البرايم في الاخر ترقد على الشباك هكا وتغفص شعرك خليه. حاضر البرايم ناشط. ايوا يعني في البرمجه هذيه. يا سيدي يعطيكم الساحة كما شفتوا هذه أجواء الكار. حابوا تصفيق عادة في الكار وريني اللي أنتم ما قمتوا. سعد مجيد هما تعبوا رقدوا شفنا يعني أفلام التالي بتاع النوم يعني دي مجورات كيف دوف دي بلاسمو يرقدوا في الكار وجنغال يعني ومش يرقدوا قادين يحضروا باش يصلوا قادين ياخذوا بشوية راحة. حسين شفناهم الأسبوع اللي فارت تبارك الله عليهم كانوا سهرانين وناشطين وقعدوا حتى للصباح في شؤونها. نأكد لك اللي باش تلقى ولاد في فورهم ما تخافش. ناجح ناجح. صح النوم. يعطيك الصحة. اللي سيت تاع النومينيه هذوما هذوما اي حرشهم فيك تو نشوفوا كلك اللي سيت حرشهم. لا مخبي. ورينا 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 الكاميرا قبل ما نشوفهم وريهم من بعيد. هذوما اللي نوميني واللي قعدوا كل شيء. صعيبة العملية كانت اليوم؟ صعيبة برشا خاصة اختلفنا تقريبا في زوز أسامي ولا ثلاثة في آخر وقت اليوم حددناهم في آخر لحظة علاش الليستة ماهيش تريتي كما تشوفوا مكتوب بالخط بالليل. حبينا في آخر لحظة في آخر حصة اليوم حبينا نزيد نشوفوهم أكثر وأكثر علاش تزربنا شوية حبينا نخدموهم بالليل وكها. واضح اذا تنوصيهم كلهم راهو سينجحوا ديما عنده الاستيت ندبروا مفتاح بيته. اذا هذه اجواء الكار كما تشوفوا برشا جو احنا توا قريب نوصلوا الحمامات نبداو تصوير البرايم بعد شويه. ابقوا ديما معنا لي كوليس دي برايم مع حسين وشيما حتى بعد شويه تكتشفوا تفاصيل الاجواء تحضيرات في الاستوديو لي زارتيست لي جوار الكبار اللي جايين حذينا. هذا الكل ديما على قناه تونسنا. نبال صحة شريبتك؟ يعطيك صحة صحة شريبتك انت زادة عايشك عادي بيك في فرنسا تك نلقاك بحذينا هاي كهو رمضان في تونس ما جمي بابا رمضان غادي 22:30 شقن الفترة تسوم نهارين في نهار معنا شنو الأجواء تويكا في تونس من أول نهار في رمضان انت بحذينا في تونس يعني؟ اي من أول نهار في رمضان بحذيكم في تونس وبعد الدار معناتها رمضان تظل فاميليال برشا يلزمها تكون وكهو دونك
faut qu'on soit في تونس في رمضان وزيد معناتها لي ديفيلي دو مود في تونس تلقاهم في بروكلين ودبي وكشاف تلقاهم مش غادي دونك يلزمنا نكونوا في تونس بيتويك انت ولد تونس ماكش غريب علينا استاذ عنك ليله السهريه ذي شنو رايك ساعه في الكونسيبت والله الكونسيبت عجبني برشا انا قلت له حسين حكيت معاه قلت له جوري مي كان جاي فما كونسيبت هكا وانا صغير مثلا بور مانتا بور لومور ولا اي حاجه ما معنيش حاجه هكا بور لونسي دي جون كي اون دو مانتا دو تالون كو سوا في الفوت ولا في لومور ولا في اي حاجه اي سي كيك شوز مانتا كي في افونسي لي شوز اي بالحق مانتا كونسيبت فريمون طياره فريمون جو سوي كونتون مانتا ديتر انفيتي دون كونسيبت بالحق قول لي محضر لنا حاجه ليله سبيسيال والله مانيش محضر حاجه سبيسيال مي حضوري مانتا ديجا ما بريزونس justifie le fait que mata j'aime bien le concept ou je suis convaincu les concepts les haka inchallah yukthro les concepts les haka fi tous عاصم اسم مختار اهلا وسهلا مرحبا صح شريفتك يعطيك الصحه عايشك الامور الامور علعل عجبن فجبن 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 قولي شنو الامور انت متعود على فوت ستارك ولا ليه شويه عملنا الحضانات حضانات بحذاكم وعمل بان حضانات زاده في بونستانيه في لونتينمون واليوم اول مره باش نحضر في الحفله الكبيره قولي شنو رايك في الوليدات انت اكتشفتهم عن قرب المره هذه وتفعلوا برشا بالحضور نتاعك صحيح هما الوليدات يعني هما تلما يعني حابين باش يظهروا وحابين باش يعطيوا كل ما عندهم كوليدات صغار يعني لاحظت اللي فما عده عناصر ممتازه وان شاء الله يتم اللهو بهم بعد تويكا مثلا سي مختار ديما الشعبية نتاعك خويا من متى ذي وش هي الحكاية نتاع يا سهي يا سهي هذه يا سهي وقت الزلزال وحكيت بعضها الدنيا خفت على الدار تطيح خذ يا سهي شنو عندكم غادي قالت لي مع الناس خذها الدنيا خلات ان شاء الله وبعدين تلقى كان الجو والتراب وما نفجعوش راهو نحن والله العظيم اللي تخاف ونمشي نقول هاي كما هي كاشي هاي كما ولو يقولوا لي ما قالوا قال انا مشيت لكم هي كاشي نمشي لهم انا حنين عسلامه عسلامه قبل لحظات ستريس عليها هكا جامعتوينا قبل اوقات خفيفه من البرايم اول برايم عندك من الاخبار نلقاو حنين اليوم موجوده في فوت ستاغاك شو نقول لك لحظات هذيا ستريس ستريس قلبي قادي دوك ما نحكي لكش حاسيلو بي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس حافظه درسك الاخر باركور ان شاء الله لاباس ان شاء الله بون شانس عيشك ميرسي بوكو عسلامة شنو أحوالك؟ توبا بيان صح شريف توبا بيان مدام يا ماركيز صافا؟ توبا بيان توبا بيان صح شريف صح شريف مرحبا بيك في فوت ستاراك مرحبا بيك في فوت ستاراك إن شاء الله أنا باش نرجع إن شاء الله باش تقريبا صح كونتراتو اش قولك في الوليدات نتاعنا؟ نو ليدي دو غامني دي جون في السبور و سوا فيغ جواندر لو سبور و سبيكتاكل الفن والرياضة اسمع نتوا نحن نسمع في شوية مزود نعرفك انت المزود العلاقة مش كويس شكون اللي قال لك بنيتي يا خيتي علاه الفون دو تيم نتاعك ردباك راهو ذاك مش تو الماء والحديث في اللغة هذه المزود الدم نتاعي مزود انا والله التصريحات مش الورية انا كل شيء خارج من الورية مجيب مجيب امان اسئلة جديدة امان عاد انت قلت هكا شنو المزود شنو ما انت تنطحني انا مع المزود انت منطح معاه قبل تشوف عاد انت منطح معاه من قبل نلبس باش نرجع لك صح شريفتك صح شريفتك شنو الامور؟ ولا الامور خشينة اللي فهمت لي واللي راوني باللوك جديد هذا راهو خاطر عندي شخصية باش نقلدها من بعد انا ظهرت لي اللي انت متنكر معناها تلمو عملت سكسي الجمعة اللي فاتت لا واحد ما يتنكرش كي عمل سكسي ما جوست هذا معناها دي اكسسوار باش نخدم بهم مع شخصية هاي مختار صحا رياضي امكم جمالة رياضي هيت انا اختصاصي جمعية تاع باتيور جمعية تاع باتيور جيبوني انا شبيكم انا الديناصور انا ونحي ونرجع رامي
نرجع رامي عادي مانيش نقلب معناها صارت حكاية مشكلة كبيرة المرة فاتت مشكلة عريضة تفهمني كبالله العظيم أخيتي مشكلة 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 يعني خفت تصير مشكلة مع مرام صاحب مرام تي قطعني بعديك كيفاش كرت له مرام صارت لي مشكلة في الفيسبوك هذاك فهمتني هذاك دبل فاي دبل فاي بوان تيرانات بوان شاكيرانات كوم شاكيرانات فيسبوك بوان تيا فهمت بوان الانترنت بالطبيعة تنسوهاش في الأخر هذاك اللي تحلق الفيسبوك اللي يخدم سريع أصلا هسي هذاك في الفيسبوك تنقذوا فيه تالي سبت تالي سبت تالي يشكر تالي يشكر تالي يكتب قالوا اثنين ثلاثة واربعة شعليه باب الحارة قالوا اثنين وثلاثة واربعة تسايب عليك يا راجل بوم عبيت فهمتني انا قلت انا خير من قال انا ساعة من اللي ثاني قال انا حب قال وبجان التقليد حببني فيه قال ندخل لازم من كلاس ولا حتى حد اخر ميغال كوالا ليني انت بمدرسة نتاع ميغال ومع احترامنا بالطبيعة جلو الجلاس مش حكاية مدرسة مع احترامنا جلو الجلاس ما عرفت تقليد توبة شخصية جديدة ما عندوش معنى دونك هو قاعد يقلد فيك يقلق فيك حسين خاطرك عملت سكسي علي دونك مش مشكل ايه ميسالش ايش حسين يعني كانت قلد لنا حسين اللي هو رامي كل جمعة في البرايم بالحق يعني اللي يعجبني في رامي بعد شو النكرو شايفة اللي يعجبني في رامي إنه عمره 17 سنة نجح 19 ونجح في الباك يضرب عمين رفع نجح مليح في الباك ويقرأ يعني مدرسة مهندسين إن شاء الله فوالا دونك الهام جدا مازال صغير يعني تصوروا رامي بعد عام وعامين بون ان شاء الله هاو نتصور معاه هذايا باش بعد يقولوا هاكا نعرفوا على الاقل بعد طفيلة ما كنت تعرفهم كيف يكبروا هذول كجواريت معناها اسمعني فما كلمة حلوة قالك لي جانو جلاس يحكي فارغ ما يعجبنيش بون نحترم انه ما يعجبوش اما مش بالطريقة هذه نعبروا على عدم اعجابنا بشخص مش عدم اعجابي لا قلت انا قبل ميغال هو تو ظاهرة شخص ظاهرة صوتية وقبل كي ظهر جلول جلاسي الناس كان ظاهرة كبيرة برشا زادة بعد كي خرج ميغال الناس اش قالت على ميغال وقالوا هذا جلول جلاسي تفرج واحد كي جلول جلاسي قال انا كي خرجت كتبوا ميغال اثنين شبع ضحك مع ميغال اثنين في الفيديو الفيديو بيه اللي تسبيت عليها واللي تشكرت عليها الفيديو هذه قلت انا مانيش كي ميغال جو سوي ديفيرون واحد ظهر لي ديفيرون ظهر لي نعاش يفهم وتوانسة فرنسية ديفيرون مش معناها خير ديفيرون معناها مختلف نعاش واحد يلعب على اليمين واحد يلعب على اليسار راكم تقلدوا في نفس الاصوات بنفس الطريقة كمان لا لا لا, لا 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 فما اصوات فما اصوات مستحيل ما تقلدهمش كيف سامحني تليفون ودنيا به تليفون ومرايات وكل شيء طاح معش بيت من توا يودي يخدم على روحك امي واكبر معجبة بيا وقدم لها تحية امي اكبر معجبة بيا واكبر من شجعني معناها وقلت لك لله محمد رسول الله انا كي قلت ديفيرون على ميغال وخاطر عندي شخصيات اخرى انت قلت لي تقلدوا فرد شخصيات به مثال تو بشي تصير حكومه جديده مثلا بعد نعاش انا عام عامين 10 سنين الله اعلم وقت الانتخابات فهمت تصير حكومه جديده ميغال وش قلدهم الكل الحكومه هذيك بالاخص رئيس الحكومه خروج الكل ماهوش يتمكن منهم الكل ولو انه نعرف انه ينجم يتمكن من 20 صوت في الحكومه اما مش كلهم شظروا دونك كي خرج حماد جبيلي قال حماد جبيلي علي العريض قال علي العريض المقلدين كل راهو اللي بشظروا في الساحه باش يقلدوهم تبقى الديفيرونس بيني وبينه انا عندي شخصيات كيما سمير ديلو لا 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 الحكايه هذه ايش شخصيات كيما عبد الفتاح مورو نحب نقول لك يا بنيتي ربي يفضلك في شهر الفضيل وربي يفضلكم وتفرجوا عليا وما تندموش والله لا تندموها وبرشا شخصيات اخرى كيما عبد الوهاب الهاني كيما في فرنسا زاد انقلد شخصيات فرنسويه وصدقني ماهيش فخره كي نقلد نقول لك نقلد حكايه فرنسويه انا ما مانيش فخره اما هذيك انا تربيتي انا تربيتي قبل نتفرج عليه جينيول تاع كانال بلس دونك نحب لي جينيول تاع كانال بلس خاطر ما كانت عندهم حريه هما ونحنا ما عندناش حريه وتعرف الا امك حوريه تطيب الا فهمت ليه في فرنسا قبل ما تطيب في فرنسا امك حوريه الا فهمت ليه خليك تتمتع بالحريه في الاستديو بعد نرجع لك داكور تفرجوا علي عاد اليوم عسلامة شيري عسلامة شيماء شنو امورك سبع الحمد لله انت بنت فوتستغاك وبنت قناه تونس نحكي لي على الاجواء كيفاش لقيت الفرق بين عامنير وسني والله فهم فرق كبير اولا عجبني استوديو ياسر حلو خير من عم ناول فما تقدم محليهم زاد الصغيرات محليهم بالحق نحبهم اصلا هما باش يعيشوا اكسبيريونس ياسر حلو خاطر انا تعديت بها الحكايه هذايا كاكاديمي ويبداو فما ستريس فما نومين معناتها بيخرجوا نوميني واحد ان شاء الله نقولهم بكواش ان شاء الله ربي معاك شنو باش سمعنا انت تبيك باش تدخل الاستوديو ناخذ سكوب قبله شو ناخذ سكوب قبله من صغرنا احنا بنبني عشنا مع بعض
بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا. يعطيك الصحة، ميرسي، ما نتعبكش، نخليوها تدخل تغني على روحها. أتوت ألوغ. مرحبا بيك وصح شريبتك. يعيشك يخليك، بخيجونتي، يعيشك. شنو الأمور؟ الأمور مريقلة، سانك سانك تقول أنت، السيام هو لمنا، فهمت؟ ورزمون وشر في العام سينا. ماذا تقول أنت ولي حد الشر السيام وشر بركك البيتاع الآخر. نحن توا سهرناك، ديجا توا ما سعتشين ودرجي. سامحنا ساعة ولا ايه؟ لا عادي، هذوك لي كونديسيون نتاع التصوير، سي رمضان فهمت، دونك الجو حلو برشا. شو نقول، الارتيست راهو كيما العسكري كيما البوليس، اللي ديسبونيبل باش يخدم في كل لحظة، باش يلحن، باش يتحط في الأماكن الكل. أمونة صح شريبتك، يعطيك صحة، عايشك، صح شريبتك، صح شريبتكم الناس الكل. أمونة، أول برايم، مين اللي باش تكون حاضر معاكم في البرايم وحنين؟ كيفاش كانت التجربة؟ حكينا شوية. والله سافا، الأولاد عاملين جو، خليت شيرين توا تغني، لي سامباتيك، سي بون لومبيونس، هوروزمون نحن نعرفوا بعضنا في الشين، دونك العباد بداو يعرفونا، دونك ما عادش غرب على بعضنا ولينا، دونك سافا سا سباس تخي بيان الحمد لله، جوسكا بريزون أو موان. لو ديكور، لوليدي، تسمي أليز ها؟ الأولاد يسون سوبر جونتي، محليهم وعاقلين، سورتو عاقلين ومنظمين. لا ديكوراسيون وي بون، حاسه روحي في الشين، ما بعتش برشا معناتها، سافا جو سوي بيان. نورتنا في البرايم امينة، مرحبا بك. ميرسي بور لوكازيون حسين، سي تري جونتي، سافي بليزير دو ترافاي افيك توا دايور. يعيشك امونة. اذا وحنان باش تلقاوهم كل جمعة معنا في البرايم، في البريزونتاسيون دي برايم، هذه أسرة قناة تونسنا قاعدة تتوسع مع طاقات وكفاءات جديدة ديما على قناة تونسنا. احنا نرجعوا مجددا للكوليس دو برايم. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. نحن توا في قلب البرنامج، لحظات قليلة ويبدا البرايم. بحذايا دحلوس جول بياسور تاع فوت ستاراك. حاب نسألو شنيا رايك في الجمعة، كيف تعديت؟ تعديت بيه الجمعة، عملنا جو كل واحد، خدمنا على رواحنا وان شاء الله ننجح. طويكا اليوم باش تكون من نوميني ولا من اليميني؟ ان شاء الله نقول زوز. لا زوز ليه، باش تكون ان شاء الله ننجح. ننجح. عسلامة. عسلامة. قدم لي روحك. يحيى احمد عمر لمكي. قل لي انت توا من جماعة نوميني، ترى روحك زعما تقعد ولا تخرج بالتصويت؟ نقعد. تقعد؟ برشا أشقاء ليبيين صوتوا لك؟ إيه. شكون صوت لك؟ ولاد عمي ولاد خالتي وأبوي وأمي. إيه؟ وعائلتي كل. زعما بجديات هما صوتوا ولا بالعاند؟ والله بجديات. بجديات أه؟ تحب تقعد تواصل تجربة فوت ستاراك؟ لا. أه؟ توحش داركم؟ إيه. شنو تقول للعائلة نتاعك؟ توحشتكم. إيه؟ توحشتكم. وشنو تحكي لهم على الأكاديمية؟ الأكاديمية. عجبتني. اي شنو حاجه تعجبك؟ مثل الكوره. اي والسباحه والبيسي. تو كان تخرج جيت طلع على اصحابك؟ ها كان تخرج جيت طلع على اصحابك؟ ايه. شكون اصحابك اللي باش توحشهم كان خرجت؟ والله خليل. اي ويوسف. اي ومهيب. مهيب. خليل صح شريبتك. عايش. شبيكم ماكش قد بعضك؟ جاني نوم. فيك النوم؟ وزيد نسيت تليفوني في الكار. ايه؟ يظهر لي مانيش نلقاه. عليك؟ نعرفش، كنت ريقت في الكار. ايه؟ نسيتو في الغاتي في الكار. لا نلقاوه بقدرة رب، يا كوردو؟ باه. اي توا شكون زعما أصحابك اللي باش يخرجوا؟ النومينيه ما تحبهمش يخرجوا؟ نعرفش. الهيجين. الهيجين؟ ليه شكون اللي تحبوا يقعد انت من صحابك الثمانية نوميني؟ انا ها؟ عزيز. ها؟ واحمد. حابهم يقعدوا؟ اه. علي خاطرهم من ولاية تونس؟ ها؟ احمد مش من ولاية تونس. العروس. اي وعزيز مش من ولاية تونس. بنزرت. اه. كفايه خلينا حبيت نجربك كفايه خويا لاقي.
اي شنو حكايه الشعر هذا جديد الفازي ما عملتهاش قبل تشبشب ما هو تو تشبشب كيفاش طالع الفوق هكا طالع الفوق هكا الفوق على الاخر طالع الفوق اكثر غدو نشوفو طالع الفوق اكثر زعما اليوم باش تخرج من نوميني ولا من الليميني ما عرفش نحس روح كيما تعرفوا معنا شيماء مش شيماء انا ذي شيماء السكوحي ولا كسوحي؟ السكوحي تخيل كاس حينا خاطر نعرفك صعيبه شويه مع الصغار والاسم على الاسم انا وياك نطلعوا كيف كيف احكي لي تويك الاولاد فما شكون فيهم باش يغادرنا وانت ربيت عليهم الكبده كيفاش ترى؟ والله على الاخر عازين بيا على الاخر الكل ومن العشيه الكل مدام انا باش نخرج انا باش نبقى كلهم يسالوا فيا فاهم لي نعرف بون فاهم لي ما نعرف اما قلبي يوجعني على الاخر عليهم هكا برشا باش يروحوا باش تقعدوا ان كونتاكت معاهم والله ان شاء الله بون انا مش قريبه من صغار الكل فما صغار معينين قراب لي على الاخر ونحسبهم كي اخواتي الصغار ان شاء الله نبقى انا وياهم ان كونتاكت شو اسمك انت؟ احمد احمد انت نوميني احكي لي زعما تخرج ولا تقعد؟ ان شاء الله نقعد علاش تحب تقعد مازلت تحب تقعد خاطر لقيت الجو هنا باهي مع اصحابي وكل عجبني الجو نحب نقعد اي واحد يحب يقعد فما اصحابك راهو ربي معاهم ان شاء الله يكملوا في جمعياتهم يترانيو وان شاء الله يوصل طبيك مثلا اليوم لو كان بسبب التصويت نلقاوك مش موجود مع المجموعه شنو يكون رد فعلك عاد هاللعبه فيها ربح وخساره خاصه لك اش بعنيك حبر ما زلت سهرية إن شاء الله نكملها هكا نوصل الختام عدد جديد من اليوميات كما العادة نهار الأحد نخصوه للحديث والاكتشاف لكوليس متاع البرايم اللي تتفرجوا فيه ديما في سهرة سبت عاودوا تنجموا تشوفوا اليوميات والبرايم ديما على صفحة رسمية لقناة تونس على الفيسبوك شعودة نمشي هكا نوصل الختام عدد جديد من يوميات فود ستاراك في الختام حبيت نقول الجوريات اللي غادروا الأكاديمية حظ سعيد لكم أوفر في مسيرتكم الكروية في دراستكم إن شاء الله نشوفكم متألقين متفوقين إن شاء الله تزورونا في الأيامات الجاية وترجعوا تشوفوا أصحابكم أنتم نتلقاو معكم غدوة كالعادة 9:15 على قناة تونسنا مع عدد جديد من اليوميات وجمعة جديدة كل يوم على قناة تونسنا تصبحوا على خير ناسكم.